السلام عليكم، معكم سعيد العوفير، بطل مغربي في رياضة الكاراتي. من هذا المنبر ومن هذا الفيديو سنوجه نداء للشباب ديال البلاد ديالنا، الشباب المغاربة كاملين، باش يلتاجوا الرياضة ويبعدوا عن المخدرات. واللي احتاج شي حاجة في الرياضة فأنا راه الإشارة وعلى راسي وعيني وليدات بلادي. فأي واحد بغى شي معلومة في الرياضة ولا بغى يدير الرياضة فأنا موجود. ومن هذا المنبر سنشكر جميع الأبطال اللي لبوا الدعوة ديالي وساندوني في هذا الفيديو اللي درنا، فيديو ديال زيرو مخدرات. فتنشكر كل من هند أبا تراب، زكريا حدراف، عبد الرحيم بوكري، مهدي عبد الرحمن، كريم الراستا وغريبة. تنشكرهم كاملين أنكم لبيتوا الدعوة ديالي ودرتوا يدكم في يدي باش إن شاء الله نعتقوا الشباب ديال بلادنا من الإدمان ومن المخدرات، ونشجعهم باش يمارسوا الرياضة، وباش إن شاء الله الرحمن الرحيم بإذن الله يوليوا أبطال في المستقبل القريب، ونرفعوا الرأي ديال البلاد ديالنا في جميع المنتقيات الرياضية. زيرو مخدرات. هند أبا تراب، بطلة مغربية في سباق السيارات. تيشرفني أنني نكون متواجدة معكم، وبغيت نشكركم على هاد البادرة اللي من خلالها تنصحوا الشباب باش يبتعد على المخدرات، لان كيف تنعرفوا بان المخدرات هي آفة خطيرة جدا، بدات كتغزو مدينة جديدة والمغرب كامل. وهاد المخدرات كتسبب بزاف المشاكل، سواء صحية ولا مشاكل مع العائلة وهذا. فمن خلال هذا المنبر كنا نوجه نصيحة لجميع هاد لي جون باش يبتعدوا ما امكن على المخدرات ويلتاجوا للرياضه، لان الرياضه كتبقى شي حاجه مهمه جدا، سواء في بناء الذات ولا بناء ديال الشخصيه، وكتخلي الانسان يبتعد على اي حاجه خايبه يقدر يؤدي بها نفسه ولا يؤدي بها لونطوغاج ديالو. وانا راه الاشاره، اي واحد احتاج اي مساعده او نصيحه في نطاق بريسيزامون رياضه سباق السيارات، انا موجوده. مرحبا والف مرحبا. ما كرهناش تكون زيرو مخدرات في مدينه جديده، وعلاش لا تكون زيرو مخدرات في المغرب كامل. السلام عليكم، معكم مهدي الامين. اليوم جيت خديت الكلمه باش نوجه رساله للشباب ديال المدينه الجديده. كيف سبقوني الاخوان، الظاهره اللي هي ولات معروفه وخطيره هي ديال المخدرات. انا بالنسبه لي جيت اليوم نعطي نصيحه، وما كنعطيش امر، نعطي نصيحه للشباب باش يحاولوا يبعدوا باقصى درجه، يبعدوا على المخدرات، لان ما عندها حتى شي نهايه. وانا بالنسبه لي كانت عندي تجربه، اللي تجربه يعني ما غادي توصلكم حتى شي حاجه للمخدرات. كننصحكم باش ديروا الرياضه، وكنتمنى من هذا الفيديو هذا يوصل الميساج بزاف الشباب. وانا مستعد، راه الاشاره بصفتي معد بدني ومدرب ديال اللياقه البدنيه، باش نوجه اي نصيحه لاي شاب ولاي شابه محتاجه للنصيحه. وغادي نعاود نقول كلمه اخيره، كنتمنى من نيتي وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى بان الله يعفو على هاد الشباب ويتجهوا الرياضه، لانه هو السبيل الوحيد لسفينه النجاه في هذا العالم هذا. وشكرا. السلام عليكم، انا كريم الراستا، مدرب تيكواندو. كنوجه النداء ديالي لجميع الشباب والشابات المغاربه باش يبتعدوا على المخدرات، حيت هاد العادة السيئة استفحلات في المجتمع ديالنا، والمخاطر ديالها بانت. وكنتمنى من جميع الشباب اللي كيسمعوني والشابات باش يتجهوا الرياضة، حيت هي العلاج الوحيد والسهل بالنسبة لأي شاب وشابة. هي اللي غتغير لك حياتك، هي اللي غتخليك تعرف ناس جداد، اصدقاء جداد، هي اللي غتخليك تشوف المستقبل بنظره جديده. انا كنتمنى من هذا المنبر ان هذا الميساج يوصل، ولا احتاج شي شاب ولا شي شابه ود جديده ولا ماشي ود جديده، احتاج شي حاجه، كريم الراستا في الخدمه. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، نقدم راسي عبد الرحيم بوكري، لاعب سابق ديال الدفاع الحسن الجديدي، وحاليا مؤطر في فريق الدفاع الحسن الجديد الفئة الصغرى. فاليوم جيت باش نوجه واحد الرسالة للشباب ديال المدينة الجديدة، بأنهم إن شاء الله يحاولوا يبتعدوا على المخدرات، والوسيلة الوحيدة اللي يمكن تساعدهم
هي ان شاء الله يتعطوا للرياضه، الرياضه بجميع الانواع ديالها، ماشي شي رياضه معينه ولكن جميع الرياضات. فنتمنى من الله هذه الرساله ديالي تكون ان شاء الله توصل لجميع الوليدات ديال مدينه الجديده، واللي كنتمناو ان شاء الله ان المدينه ديالنا ان شاء الله ما يبقاش فيها الظاهره هذه اللي بكل صراحه كتضر المجتمع ديالنا وكتاثر على مستقبل الاجيال الصاعده. فكنتمنى ان شاء الله هذه الرساله توصل، ونتمنى للجميع ان شاء الله التوفيق. ولا كان شي شاب ولا شابه من اي نوع بغاو شي مساعده في ميدان الرياضه ولا شي نصيحه، فانا مستعد والباب ديالي مفتوح، ونتمنى ان شاء الله الوليدات ديالنا التوفيق. والسلام عليكم. معكم زكريا حدراف، لاعب دفاع الحسني الجليلي. جيت لعندكم اليوم باش نقول لكم بغيت الشباب ديال مدينه الجديده يبعدوا على الادمان وعلى المخدرات، لان الادمان والمخدرات ما تتوصل حتى شي نتيجه اللي هي ايجابيه لا في الحياه الشباب ديالنا ولا كمدينه. نتمنى الشباب ديال مدينه الجديده، اي واحد بغى شي حاجه من زكريا حدراف في نطاق الرياضه مرحبا به، يجي لعندي ويجي لعند جميع الرياضيين في مدينه الجديده، وهما يقولوا لهم على الادمان وعلى المخدرات، لان ما تنوصلوا بالمخدرات حتى شي حاجه اللي هي مزيانه. نتمنى الشباب ديال مدينه الجديده يستوعبوا هذه الهضره مزيان، ويعرفوا بان المخدرات راه ما منها والو، والرياضه هي احسن شيء كاينه في الحياه. واللي بغى شي واحد شي حاجه من الشباب ديال مدينه الجديده انا مستعد نعطيه كل ما بوسعي، ونتمنى لهم ان شاء الله حد موفق وما يكونش الادمان ديال في مدينه الجديده. السلام عليكم، الاسم ديالي غريبه دعموم من مدينه الجديده. بغيت نوصل واحد الميساج للبنات الجديده والولاد الجديده والمغرب بصفه عامه. بغيت نهضر شويه على الشيء ديال الادمان ديال المخدرات والشيء ديال اللي كثر هاد الايام بزاف، وما كيشرفناش وما كيشرفش المدينه الجديده ولا حتى المغرب بصفه عامه. كنتمنى ان الناس اللي كيديروا المخدرات ولا المدليين الله يعفو عليهم، مي كنتمنى منهم عوض اللي يمشي يشري يعني سيكار ولا يشري هذا، ولا يعني بحال كما كنسمعوا قرقوبي ولا هذا، يمشي يستافد منه ياخذ شي حاجه اللي تنفعو في الصحه ديالو ويمشي لي سالي ترينيو. وانا كمدربه ديال الايروبيك كندير كونديسيون فيزيك، كندير كلشي، كنقول لكم بنات الجديده ولا الجديده مرحبا بكم والف مرحبا، وحنا راه الاشاره وراها الرياضه كما تيقولوا العقل السليم في الجسم السليم، والرياضه راه اخلاق وتعارف، وانا بغيت نتعرف عليكم بطريقه